عند هذه الطريق الصحراوية شمال العراق ليس من السهولة إيجاد مدخل باحة الخردة في مدينة تكريت مسقط رأس الرئيس الراحل صدام حسين، لكن هناك من يعرف هذه الباحة جيدا وهي تمثل له منجم ذهب. وتقع باحة الخردة بين قاعدة سبايتشر الأمريكية والطريق التي تصل بغداد بالموصل، وفيها مخلفات الجيش الأمريكي من معدات وآليات حيث يقصدها التجار العراقيون، لكن تجار الخردة قلقون على مصالحهم بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق والذي ينتهي رسميا في أواخر آب الجاري. أتمنى أن عملي يستمر ويا وزارة الدفاع العراقية وتبدي أن نوضع معاملنا وأن نوضع جميع كوادر عملنا اللي كانت تعمل بالقواعد الأمريكية أنها تكون تعمل بالقواعد العراقية. هذا التاجر زاد عدد عماله وموظفيه من 400 إلى 400 خلال 7 سنوات، وإذا لم يؤمن استمرارية عمله في العراق فإنه يفكر باللحاق بالجيش الأمريكي إلى أفغانستان. وبالرغم من معارضة مشتري الخردة للاحتلال الأمريكي إلا أنهم يفضلون البضائع الأمريكية على الصينية. أنا جيت من كركوك، أسكن في كركوك، فسمعت أن هنا في شركة لايبز المنطقة الصناعية العراقية عندهم شغلات من الأمريكان تطلع، فهي أصلية. ازدهر سوق الخردة مؤخرا نتيجة بيع الأمريكيين ما أمكنهم قبل إتمام انسحابهم، الذي قد يفرح الكثير من العراقيين ويوقف مصالح بعضهم.